حكينا بالحلقات السابقة، حلقتين الماضيين، عن تثبيت الزواج وتثبيت الوقائع، وقلنا أن نحن المهم وتثبيت القانوني اللاجئ هو الشخص اللي عنده مركز القانوني والحماية. حاليا كمان في مشكلة أساسية عم تواجه هذا الموضوع، هي اختلاف المناطق. على سبيل المثال يعني من يعيش في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام عنده مشكلة في التواصل مع الدولة السورية. حقك مع محمد، الفقرة القانونية بقهوتنا بالألوان، بالتعاون مع رابطة المحامين السوريين الأحرار، كل يوم خميس الساعة 11 الصبح. صباح الخير مستمعي راديو ألوان، هلا وصلنا لفقرة حقك القانونية، وكالعادة حيكون معنا شريكنا الأستاذ المحامي سامر الضيعي، المدير التنفيذي لرابطة المحامين السوريين الأحرار. صباح الخير أستاذ سامر. صباح النور أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك أستاذ سامر. موضوع مهم حنحكي عنه اليوم هو أذون العمل للاجئين السوريين المقيمين في تركيا أو للسوريين المقيمين في تركيا. يعني في كتير حكى عن هذا الموضوع، الأتراك صرحوا أكثر من مرة أنه ممكن يكون في أذون عمل، بعدين طلع تصريحات تانية بتقول العكس. تضارب الموضوع كتير، ولليوم يمكن ما في معلومات دقيقة حول هذا الموضوع إلا بما يتعلق بموضوع الأطباء السوريين، طلع مؤخرا بحقهم يعني شيء محدد بهذا الخصوص. بالبداية ناخذ فكرة عن يعني هل يحق للاجئ السوري العمل على الأراضي التركية، وكيف بيقدر يحصل على حق العمل؟ هلا بالبداية نحن بدنا نوضح قبل ما نفوت بهي النقطة، هو شيء مهم انه نظام العمل في تركيا، يعني خلينا نعتبر انه السوريين قبل ما نفوت فيهم كأجانب، اي شخص اجنبي فات على تركيا وبده يشتغل فيها بشركة او بمؤسسة، كيف القانون نظم هذا الموضوع؟ طبعا هي ببساطة انه القانون قام ب وضع نظامين للعمل من خلال منح أذنات عمل للمقيمين أو اللي حاطين على إقامة سياحية مدة لا تقل عن 6 شهور، على اعتبارهم أجانب وليس لاجئين. أجانب تماما، هاي نقطة، يعني هاي النقطة هي المهمة، لأنه حتى السوريين نفسهم، يعني احنا بنقول نحكي عن هذا الموضوع، خضعوا للقانونين، يعني خضعوا ل قانون إذن العمل اللي بيتعامل معاملة الأجنبي، وخضعوا لشيء اللي حضرتك بدأت فيه، اللي هو بعدين صار اسمه تصريح العمل الخاص بالأجانب الحاصلين على الحماية المؤقتة ومنهم السوريين. تمام. طبعا هدول القانون صدر مؤخرا، ما خلوا فترة طويلة. هذا القانون هو حدد آليات أو عمل الأشخاص الخاضعين للحماية المؤقتة وغير الحاصلين على الإقامة السياحية، تمام، اللي هم خلينا نعتبرهم تحت نحن ما فينا نسميهم لاجئين بحلقات سابقة، يعني تحت نظام الحماية المؤقتة. تمام. طبعا أجل القانون حدد أنه جميع الأعمال، واستثنى مثلا استثنى على العكس تماما، يعني هو استثنى الاطباء وبعض المهن كالمحامين وبعض يعني بعض المهن الاخرى استثناها هي. نعم. واخرا افضل شيء يتعلق بالاطباء، فقبل ما يصدر شيء يتعلق بالاطباء هو حدد انه السوري اللي حاصل على او مسجل بنظام الحمايه المؤقته خلال 6 شهور، يعني لازم يكون هو من 6 شهور مضوا حاصل على تملك. نعم. وهو عم يعمل لدى رب عمل تركي، يجب ان يتقدم للحصول على اذن عمل، تمام، او تصريح عمل. تمام. نعم. طبعا حكينا انه هو استثنى هذا القرار الاطباء، اول ما صدر استثنى الاطباء واستثنى بعض الممرضين وكل الاختصاصات الطبيه بدايه، واستثنى المعلمين والمحامين وبعض المهن الاخرى، على العكس تماما هو بالمفهوم المخالف استثنى العاملين بالاراضي الزراعيه، هن ليسوا بحاجه للحصول على تصريح عمل. طبعا هو هذا القانون شو عمل؟ هو منح العاملين خلينا نقول السوريين او المتمتعين بحق الحمايه تصاريح عمل تحميهم من الاستغلال، وحدد الحد الأدنى للأجور اللي هي مقررة أساساً لدى
وزارة العمل، وهو يعني بما يقارب ال 1300 تركي. تمام كحد ادنى، ولكن نعم يعني لحد هلا الكلام تمام، يمكن حيساعد قليلا، ولكن على ارض الواقع ما عم يختلف شيء. يعني مثل عم تقول، هو حيكون موظف عامل في مؤسسه تركيه او في مكان عمل تركي، وبالتالي حيخضع للقانون ويحصل على ليس اقل من الحد الادنى على مستوى الاجور، ولكن الواقع بيقول غير هيك. يعني على سبيل المثال استاذ سامر، نعم بعض اصحاب العمل في تركيا بيتعاقدوا مع العامل السوري بطريقه خاصه كتير. يعني مثلا بيخلوه يشتغل معهم بس 15 يوم، وبعد 15 يوم بينقلوه لورشه تانية كمان تركيه. يعني هن مثلا ورشات خياطه، اربع خمس ورشات، بيتفقوا كلهم بين بعض على تبديل الموظف بيناتهم، كل عند كل شخص منهم 15 يوم، لحتى يضلوا ضمن القانون اللي بيقول انه انا بحق لي اني ما ثبت هذا الموظف ضمن فترة التجربة اللي هي 15 يوم. وبالتالي في كتير تلاعب على القوانين لحتى ما يحصل العامل السوري على حقه بهذا الخصوص. كيف فينا يعني بدون ما يتخانق مع رب العمل، بدون ما يخسر فرصته الحقيقية، في طريقة قانونية ممكن يعملها العامل السوري هون لحتى يستفيد من القانون؟ فهو هو العقد، يعني ما في العقد شيء بيضمن العلاقه بين العامل ورب العمل غير عقد العمل، اللي هو ينبنى على هذا، على هاي الاساس، انه انا بدي اشتغل خلال فتره محدده، بيتفق يعني بيتفق وياك انه ممكن يكون حسب قانون العمل التركي مثلا ممكن يكون محدد لمده مثلا 6 شهور او سنه، وباجر محدد، هذا الاجر لا يقل عن اللي حكينا الحد الادنى للاجور السنويه. هذا في حال تم التوقيع على عقد عمل. يعني في حال كان في عنده عقد عمل فهو اكيد حيستفيد من القانون. طيب واضحه هي الفكره استاذ سامر، يمكن يعني عم حاول بس نلاقي طريقه لحمايه العامل النقطة نفسه اللي النقطة غير اللي عم قادر تحكي على عنها هي توقيع عقد الآن، العمل. يعني تندرج تحت باب استغلال، هذا الاستغلال اللي ما يعني اللي دائما في ناس قادرة مثلا يعني تلعب على القانون وتحتال عليه لحتى توصل، بس هي يعني هو كخطوة أولية، يعني أنت ما تتخيلش قد كان مدى حجم الاستغلال سابقا مثلا نعم قبل أنه صدور هذا يعني هذا القانون، هو سيخفف. حدد عن هو يعني في كثير من خلينا نقول النقاط السلبية اللي ممكن نحن نحكي فيها، أنه هو لا يعامل مثلا معاملة اسم العمل اللي للعاملين اللي يتمتعون معه، ولا هو ما ممكن مثل ما فكرت الناس انه انا بحصل على تصريح عمل فانا ممكن احصل على جنسيه فممكن احصل على ميزات اذن العمل، لا هو عباره عن تصريح عمل آلية لضبط، مؤقت، في نعم نقول هيك؟ تماما لضبط يعني اقل ما يمكن موضوع الاجور وعمليه الاستغلال يعني. نعم، يعني حتى يعني بحسب الإحصاءات المحلية التركية، يعني حتى المواطن التركي بيعاني موضوع الاستغلال بالعمل والسوق السوداء اللي ما بيخضع على العقود. طيب بما يخص الأعمال الصغيرة، المشاريع الصغيرة اللي ممكن يفكروا يعملوها السوريين، مطعم فلافل أو بسطة أو ما شابه، كيف ممكن يقدروا يعملوها؟ بتعرف ما فيك أنت بمدينة تركية تعمل بسطة بدون ما البلدية، بدك ترخيص. كيف هلأ كيف هم يستفيدوا من تصريح العمل بهذا الخصوص؟ هلا تصريح العمل هو ما له سابق لهذا العمل، يعني الاعمال المهنيه ببعض الولايات اللي نحن عندنا اطلاع عليها انه هو بحاجه لترخيص وسجل تجاري، ترخيص من البلديه وسجل تجاري، هو بيقدر يمارس هاي المهنه طبعا كرب عمل يعني. تمام، هي الى اجراءاتها كمهن وكحرف يعني مثل ما حكيت محددة. هذا الحكي تماما بيختلف عن موضوع الشركات ذات رأس المال، يعني مثلا المحدد اللي هو مثلا محدد بالحد الأدنى هو 100,000 ليرة تركية. المشاريع الغير صغيرة يعني هلا اللي عم تحكي عنها، خلينا نقول هيك. ايه فممكن المهني مثلا مثل ما حكيت مثلا حلاق او مهن تحتاج الى مثلا سجل تجاري الى تسجيل، وهي ليست بحاجة لترخيص شركي مثلا، لا وضع رأس مال ممكن يوصل ل 100,000 تركي، فهذا هون بيختلف عن هذا الموضوع. المهن اللي حكينا عنها هي بحاجة فقط لترخيص من البلدية، وبيطلعوا شيء اسمه سجل تجاري. ومن الممكن يعني من نعم الممكن الحصول على ترخيص من البلدية في حال كان مشروع صغير مثل بسطة، أو في حال كان مشروع تجاري أكبر بحاجة رأس مال محدد مثل ما ذكرت. تماما، هذا تم يعني تم تحديده وتم ضبطه
وسمح فيه، وفي كثير سوريين قاموا يعني بهذا الموضوع. هلا بس في الخلاف بيناتهم انه الشركات المحدده يعني الى راس مال محدد، يعني المرخصين هاي الشركات والقائمين على هاي الشركات يعني يستطيعوا الحصول على اذن عمل اللي هو يتمتع تبع بالمواصفات انه او ميزات عفوا انه ممكن بيمنح حق الجنسية وبيمنح حق الإقامة وحق السفر ويعني الخروج من تركيا والعودة إلى من دون فيزا، يعني التسهيلات اللي ممكن هو يقدمها للحاصلين على هذا الإذن. نعم، إذن هذا هو الفرق. طيب بخصوص المهن الأخرى اللي هي أكثر تخصصية، مثل ما ذكرت حضرتك كانت هي مستثنات مثل الطب أو التعليم، حاليا كيف هو الوضع بهذا الخصوص كمان؟ هلا مؤخرا يعني مؤخرا صدر شيء بالنسبه لموضوع الاطباء. طبعا وقت اللي صدر القانون كان موضوع الاطباء مستثنى على يعني من تصاريح العمل انه لا يحق لهم العمل. مؤخرا صدر قانون بناء على قانون العمل، وهو بنص بناء على احكام قانون العمل والخاضعين من الاجانب للحمايه المؤقته في تركيا. طبعا خلينا نقول انهم هم نفسهم اللي حاصلين على الكملة، اعتبارا يعني نص المادة من اجل التقدم بطلب الحصول على اذن العمل، فان العاملين في المجال الطبي يتقدمون لوزارة الصحة، والعاملون في التعليم الطبي يتقدمون الى وزارة التعليم الوطني او مجلس التعليم الاعلى، طبعا من اجل ضرورة الحصول على الموافقة المبدئية لتصريح العمل. طبعا هو مش هو هم يحطوا رابط، هو انه كل طبيب او كل حدا عامل بمجال طبي عنده اثباتاته وشهاداته بيقدر يسجل وبيمنحوا هذا التصريح اللي بيخليه ممكن يقدر يعمل بالمؤسسات الطبيه. طيب بتركيا يعني ماذا عن امكانيه العمل بهذا القطاع؟ يعني مثلا في مراكز صحيه سوريه موجوده في مدينه اسطنبول بتركيا بتقدم خدمات صحيه للسوريين مقابل مبالغ ماليه ابسط او اقل بكثير من الاسعار بالمشافي التركيه الخاصه، ولكن هاي المراكز لم تستطيع الحصول على ترخيص، ما قدروا ياخذوا ترخيص، اخذوا مثل كلمه او هيك كلام شفهي من السلطات المحليه انه اشتغلوا ماشي الحال، ولكن كل فتره بتعرضوا لمضايقات وما عم يقدروا ياخذوا التراخيص. فهمت تماما انه هو الموضوع مرتبط بالتكاليف الماديه الهائله اللي عم تطلبها السلطات التركية، اللي هي بتختلف عن التكاليف ممكن يدفعوها أطباء أتراك أو مشروع تركي. سؤالي هلأ هو يا ترى قديش في فرق على مستوى التكاليف بين العمل الأجنبي أو اللاجئ أو صاحب العمل التركي؟ عم يكون في فروق كبيرة بيناتهم ولا؟ نعم، عم يكون في فروق كبيرة عم قول بيناتهم، عم يكون يعني رب العمل التركي قادر مثلا على إنشاء مركز صحي، ليش السوري غير قادر على إنجازه؟ شو هي المعوقات اللي عم تواجهه رغم إنه صار في قانون تقريبا بنظم العمل؟ هلا القانون هو بنظم عمل الأطباء يعني أصحاب المهن، يعني هو يعني نحن إذا دققنا بالموضوع هو ينظم عمل الأطباء وأصحاب المهن الطبية والعاملين بالمجال الطبي. تمام، للعمل بالقطاعات الطبية والصحية مثلاً في لدى المنشآت التركية. هلا بما يتعلق بموضوع موضوع العيادات مثل ما تفضلت والمراكز الصحية، لحد الآن ما صدر فيها شيء رسمي إنه يسمحوا بافتتاحها بشكل مباشر. لأنه لعدة أسباب، إنه حتى نظام العمل بما يتعلق بهذا القطاع حسب المعلومات هي تختلف او الى نظام مختلف قليلا عن يعني ما كان مثلا موجود عندنا في سوريا، او بما يتعلق من الزام الاطباء بالعمل بالمشافي وموضوع العيادات، وهو بحاجه مثل ما فكرت انه حتى انا يكون في مشروع طبي هو بحاجه الى معايير عاليه جدا، ان كان ماليه ان كان يعني ان كان ما يتعلق موضوع الشهادات الطبيه. فهي هي شافوها يعني الاطباء السوريين مع القاضي، ولكن هي بالحقيقه هي ما هو محدد بالقانون التركي قبل وجود السوريين، وهو ما يعني لا يمكن انه يعني يستطيع الاطباء العاديين والناس العاملين في هذا القطاع ان يقوموا يعني بالعمل. ولكن بعد صدور هذا التصريح او هذا الاذن يعني هناك يعني انتظار انه
يحدث شيء في هذا القطاع اللي حضرتك ولو انه تحدثت استاذ عنه. سامر يمكن السوريين ما لهم مصلحه بانه هاي المراكز تحصل على تراخيص نظاميه، لانه اسعارها حتصير باسعار المراكز التركيه. يعني تماما، حاليا يتم الاستفاده من هذا الموضوع، يعني يتم الاستفاده من عدم وجود تراخيص لحتى يحصلوا على اسعار اقل. ولكن يعني في تفصيل مهم له علاقه ليش هاي المراكز معقده، هو يمكن له علاقه بمستوى العنايه الحقيقيه، مستوى الحمايه الحقيقيه، مستوى الرعايه الصحيه اللي لازم تحصل عليها والممكن ما تكون متوفره بهي المراكز. ولنقطة أخرى كمان، يعني هلأ وقت اللي هل حيتعاملوا هدول الأشخاص السوريين كأجانب؟ فإذا تعاملوا كأجانب هم رايحين ليقوموا بمشاريع استثمارية بهذا القطاع، فهناك مثل ما قلت لك هناك شروط، وربما تكون هذه الشروط معقدة ويعني متطلبات كبيرة. يعني كان عندنا اطلاع على بعض يعني بعض القطاعات، فمثل أي قانون استثمار هو بحاجة لإجراءات روتينية لحتى، ومنها مثل ما تفضلت حكيتي المعايير ورأس المال والأذونات والتصاريح والتراخيص مستندات مطلوبة، يعني فهي ما أنا معقدة كثيرا، ولكن ربما تكون هي بحاجة لعمل كبير بهذا المجال لحتى يتم نعم. الاستثمار في القطاع الطبي، خلينا نحكي للأجانب في تركيا مثلا. نعم. طيب حاليا بعد يعني العامل السوري اللي حيقدر يحصل على إذن عمل أو على تصريح عمل سيحق له الانضمام للنقابات المهنية الموجودة بتركيا واللي حتحميه. ناخد فكرة عن كيف ممكن تحمي النقابات، يعني بسوريا شوي الموضوع غامض، عمل النقابات مرتبط بعمل الحزب كان. هلأ نحن بدولة وضع مختلف عن سوريا، كيف يستطيع العامل أنه يستفيد من حماية النقابات لإله؟ هلا خلينا احنا نفرق، اولا التصريح الخاص بالنقابات بالنقابات المهنيه مثلا الاطباء، قلت لك انه كان في مهن استثنت اللي هي تتبع لنقابات محدده. خلينا نحكي على موضوع مثلا اذن العمل. طبعا العامل او الموظف في مؤسسه تركيه وحاصل على تصريح او حاصل على اذن عمل، هو طبعا موجود بتركيا على بناء على اقامه سياحيه، يتعامل كاجنبي موظف بهي المؤسسه، فهو يحصل على الضمانات القانونيه اللي بيمنحها هذا الاذن، نظام التامين الاجتماعي واللي بيشمل العائله واقاربه من الدرجه حتى الدرجه الاولى، يعني كل اولاده ووالديه يعني. طبعا هاي هذا يعني طبعا هذا بيشمله من كل نظام التامين الاجتماعي، هذا الحكي قلت لك ليس يمتد على شخصه ولكن على اقاربه من الدرجه الاولى، وايضا هذا بيشمين بيضمن موضوع فصل التعفف وعدم مثلا حرمانه من حقوقه مثل الاجازات والاجازات العمومي للسيدات وكل ما يتمتع به العامل في نظام في قانون العمل التركي من اجازات وحقوق العامل، بالاضافه لموضوع التعويضات نهايه الخدمه. هذا كل يعني هذا يعني هذا القانون بيضمن كل هذه الحقوق. شرط الله يقبل العامل بالاستغلال، يعني من البدايه شرط انه ما تماما، يقبل يعني يشتغل بدون عقد عمل او 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 الى اخره، بناء يعني يكون مبني على اسس قانونيه من البدايه صحيحه وواضحه، انه انا اعمل بناء على تصريح واذن عمل ممنوح من الجهات المختصه. طبعا هون قلت لك مشكله في موضوع يعني السوريين الحاصلين على الحمايه المؤقته والحاصلين على الاقامه السياحيه. طبعا خلينا نحكي انه الحاصلين على الاقامه السياحيه وهم يعملون بمؤسسات او تركيه او اجنبيه تحت قانون، هم الاكثر حمايه حقيقه. العرضه للاستغلال الاكثر هم يعني الباقي الاعمال الحره والباقي الاعمال المهنيه في سوق العمل. صحيح. هم الاكثر يعني تعرضا للاستغلال، يعني حاليا الرواتب العامل السوري بيشتغل بتركيا يمكن 13 ساعه يوميا مشان 600 ليره، يعني نعم.
وممكن يكون مجبور يشتغل بمكان كتير بعيد. يعني نتمنى يكون انه هذا القانون تقدم، يعني ولو بسيط، لصالح اللاجئين السوريين او لصالح السوريين الموجودين بتركيا. في شيء ممكن نضيفه لهذا الموضوع استاذ سامر قبل ما نختم حلقتنا؟ الوقت انتهى. نضيفه مثل ما تفضل، يعني حابب انا بس اكد على الشيء اللي حكيته. هو تقدم، لو حتى كان انه يعني نحن بنعتبره حقيقه، يعني هو خطوه للامام بمجال حمايه الحقوق المترتبه على يعني للعمال على صاحب العمل من خلال ضمان حقوق العمل والتامين الصحي والتقاعد. ونحن وانا يعني نعتقد انه حيكون اكثر في قرارات تالي لهذا اللي تشرح اكثر، وهي ممكن حد يعني حل يخلي انه القرارات تصدر التفصيليه. احنا شفنا انه استثمروا اطباء بعدين رجعوا، استثمروا مهن اخرى بعدين رجعوا. هي اللي يعني حاجه السوق او المشاكل اللي عم تحدث اكثر مع السوريين في هذا القطاع او مع الناس الخاضعين للحمايه المؤقته، هي اللي عم تخلي انه السلطات المحليه تقوم بتشريع قوانين او سن قوانين لضبط هاي الفوضى. بسبب اولا اللي هو الاهم شيء اللي شفناه انه الاستغلال الهائل اللي عم يتعرضوا له. بالتأكيد، يعني بانتظار انه تتحلحل المشاكل نعم السياسية هالمرة، يعني ما بين تماما، الحكومة هي التركية خاضعة تمام. طبعا. حتى نحن نحكي انه حتى بتركيا هذا الموضوع يعني كبلد يعني اقليمي ل يعني جوار لسوريا، وهو يتعرض للضغوط السياسية اللي عم تعرض، يعني هو ليس بمنأى عن ما يحدث في سوريا، فهو اكيد في شارع معارض لكل السياسة الموجودة. فدائما هذا حتى بميزان القوانين بياكل وقت حتى انه يقدر يوصل لاطار قانون معين، لانه ممكن يعني يتعرض لضغوطات سياسيه. بس يعني احنا بنقول لك ان شاء الله هذا الوقت يكون تقدم. منطقي، بس يعني الوجود نعم هون له 3 سنين تقريبا، يمكن نفس السوريين ما زالوا عم يعانوا من نفس المشكله، وقصه اذون العمل تم التلاعب فيها والاعلان عنها وانسحابها مثل ما ذكرنا ضمن الحلقه وذكرت حضرتك يعني العديد من المرات. بتشكرك كثير استاذ المحامي سامر الضياع، ومثل ما ذكرت حضرتك على امل انه يكون هذا الموضوع هو بدايه لتحسين القوانين اكثر لتامين حمايه حقيقيه عن جد للاجئ السوري الموجود بتركيا. بتشكرك كثير الاستاذ المحامي سامر الضياعي، المدير التنفيذي لرابطة المحامين السوريين الأحرار. هي كانت حلقتنا اليوم إذا مستمعينا. أذون العمل موجودة حاليا للسوريين، شرط أنه البداية تكون صحيحة، البداية تكون مع عقد عمل. يعني من لا يبدأ بعقد عمل ما حيقدر يستفيد أبدا من قانون الحماية أو من أذون العمل. هذا كان كل شيء لليوم، حنلاقيكم الأسبوع القادم بموضوع جديد. باي باي.